فيلم البار التاني من الافلام اللي ثابت كاسم، ثابت اسم قوي جدا عند الناس بالرغم ان هي ما نجحتش جوه السينما. هعرف منك ايه سبب اللي خلى الفيلم ده ما ياخدش حقه زي ما هو خد كاسم حقه عند الناس كلها، وانا عارفه ان انت كمان انت اللي انتجت الفيلم ده على حسابك الخاص. مظبوط. فايه بقى اللي حصل؟ هو الفيلم ده سبحان الله غريب جدا برضه، انا مش فاهم، تحس ان واحد بيجري وراه في كل حته كده. احنا عملنا فيلم بيناقش قضيه مهمه جدا، هي قضيه الهجره الغير شرعيه، وكان بس للاسف اتحدد له ميعاد في السينما 2011، و2011 طبعا ده قبل وقت مقتول، ده وقت مقتول، انت داخل على امتحانات نص السنه. فمين اللي مش هيدفع الدروس وهينزل يتفرج على فيلم، خاصه كمان واللي يعني احنا طبعا مع احترام النجوم اللي معانا والاساتذه الكبار اللي معانا، انا مش نجم يعني، ما كنتش حد معروف يعني، فانا كنت محتاج دعم ينزل في نص سنه، ينزل في عيد. انت داخل الفيلم مثلا عوامل النجاح، طبعا داخل الفيلم مثلا انت تتفرج على نجم كبير، فيعني بنقول يا هادي ما تيجي تذكره ممكن تخش الفيلم ده مثلا. فطبعا نزل 2011، فكان بالنسبه لي الوقت ضد. اثنين، ان كان اتقبل في المهرجان بعد ما حددت مع شركه التوزيع الميعاد، او حددوا لي الميعاد نزول الفيلم، نزل يوم 19 في مهرجان القاهره السينمائي الدولي. فطبعا مع المهرجان والناس عارفه ان اي فيلم بينزل في المهرجان بياخد له مثلا 6 شهور سنه وبعدين ينزل في السينمات. وانا عامل الفيلم مش للمهرجانات خالص، ولا كان عندي اي تارجت، انا عامله سينما. ايوه. فطبعا من 19 ل 21 ما حدش نبهني بالموضوع ده، وانا اول مره انت، فالفيلم اتهبط، ما حدش بقى دخل، فطبعا حقق معايا خساره رهيبه. الغريبه ان انا كله تقريبا 60% او 70% من برامج مصر بقى بتطلبنا، احنا بنتنجم والفيلم ما بيحققش ايرادات. يعني اهي دي اكبر بقى اغرب معادله انا شفتها يعني ده في حياتي. هو معروف ان الفيلم بيتعمل لو الفيلم نجح، بطله نجح وحقق ايرادات عاليه، الناس طبعا بتجيبه وتساله خلاص حقق نجاح. لا. احنا محققين فاشل، الفيلم ما نجحش واحنا بنتنجم. اصلا انا ما اتشافش، لا خالص ما اتشافش. ايوه، ما خدش حقه الكونتنت او المحتوى بتاعه، يعني يستاهل ان هو الناس تروح تشوفه، ولكن الوقت كان عامل كبير جدا جدا طبعاً في عدم يعني مشاهده الفيلم. طب انت، انا بشوف افلام كتير جدا ما خدتش حظها في السينمات، ولكن لما اتعرضت فيديو او على التلفزيون نجحت نجاح ساحق. هل تعتقد انه ده ممكن يحالف الحظ الفيلم بتاعك؟ ده 100%. ليه بقى؟ عشان احنا بنتكلم على حاجه حقيقيه، لحم ودم. احنا عاملين فيلم لحم ودم، يعني اخر الفيلم الناس بتغرق، بنقدم رساله حقيقيه ما فيهاش اي حاجه خارجه. ومختلف طبعا، مش راكور. يعني هقول لحضرتك ليه هو ليه مختلف برضه، عشان الناس برضه فاهمه الموضوع غلط. مش هنقول بس في التمثيل، ولا كلنا بنمثل كويسين وكل افلام كويسه، عندنا منطقه الغرق هي ما اتعملتش خالص في اي فيلم مصر، وده اللي احنا عانينا منه وطلعنا صورناه بره. مفيش في مصر التكنيك ان احنا نغرق المركب اللي احنا كنا بنصور فيها، فطلع ان احنا لازم بقى نسافر بره ونبني المركب ديت ونشتغل على ميكانيزم ونعمل احواض حمامات سباحه، طلع الموضوع عملاق. يعني تصرفت كتير قوي يا محمد في الجزئيه دي، كانت رهيبه. يعني اتعورت جدا في الجزئيه دي، يعني بصراحه قعدنا 26 مشهد بالعافيه من شركه اسباني، قعدنا 6 شهور بيحضروا فيه عشان بيبنوا المركب، تلتين المركب بيحضروا فيه. لا ما طبعا، لا دي من المشاهد الصعبه جدا. انت ما يعني عاده جوه مصر يعني لسه التكنيك دي ما بقتش موجوده بشكل حرفي قوي يعني. واستاذ علي ادريس كان مصر ان يخلي الموضوع، وده كان عاجبني برضو الصراحه، عايز يخلي الموضوع ريل، فما صورناش في اي استوديو خالص. انا متخيله الفيلم ده لما هينزل في التلفزيونات هيعمل ضجه كبيره جدا جدا. يا محمد حضر بقى نفسك.